وسهلا بأبنائنا الصحفيين والإخوة الإعلاميين، وأنا بشكركم على حضوركم المشوار الطويل ده. هنقول بقى، هنتكلم عن المدينة ديت من بدايتها. المدينة ديت بدأنا صناع الجلود عايزين يغيروا من مفهوم الحرفية إلى الميكنة والتكنولوجيا، وكنت رئيسا لغرفة صناعة الجلود، فطرحنا فكرة. أكتر من عضو في مجلس إدارة طرح فكرة إن إحنا نعمل مدينة لصناع الجلود على غرار مدينة الروبيكي، وعملنا 3 جمعيات عمومية باتحاد الصناعات، وكان كلهم إصرار على إن هم يعملوا المدينة بإذن الله. إن شاء الله أنا بعلن النهاردة إن الحد الأقصى لافتتاح هذه المدينة هيكون من شهر سبتمبر 2018 وحتى 30/12/2018، هتكون كل المدينة بإذن الله جميع خدماتها اتنفذت. في مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، هي مدينة تضم 113 مصنع للصناعات الجلدية. النهاردة بيزورنا وفد من كبرى شركات الماكينات في إيطاليا، شركة ماكسينيور بالتعاون مع المركز التجاري الإيطالي. شركة ماكسينيور دورها معنا تطوير قطاع صناعة الجلود، والبداية في مدينة الجلود هنا. احنا بيدونا بينقلونا النهاو الإيطالي داخل المدينة. عملنا يوم زيارة بـ20 صاحب مصنع لمدينة ميلانو تقريبا من شهرين، والنهاردة هم بدأوا عملوا رسومات بتاعة المصانع والبلان. عملوا مصانع خدمية، يعني مثلا ممكن واحد يعمل الوجه في مصنعه وياخد يكمل الحذاء في مصنع كامل. حاجات كتير قوي هم صراحة بيعرفونا بيها، وهم هيجيبوا لنا خبرة، هيجيبوا لنا ناس تصنع إيطاليين يصنعوا في المدينة. يمكن دي حاجة كويسة قوي ان احنا نتعاون مع الايطاليين، لان المنافسة مع الصين منافسة صعبة وما تطورش. منافسة الصين تعتمد على سعر خامة رخيص وشكل كويس، لكن الايطاليين جزمة الحذاء بتاعهم مميز وله شهرة عالمية، فاحنا بنحاول نكتسب الخبرات الايطالية، وده احسن لان احنا بنملك الثروة الحيوانية الجلد الجيد اللي يخلينا ان احنا ننافس اي بلد في العالم في الصناعات الجلدية. احنا النهاردة بنفتتح مركز التدريب لصناعة الوجه، ودي مشكلة كبيرة جدا بتواجه الصناع النهاردة. معظم الناس اللي بتشتغل في المجال ده تسربوا الى صناعات اخرى بتدخل اكتر، فاحنا هنا عملنا مزايا جيدة في اقبال على التدريب للصناعة. احنا دلوقتي بصدد ان احنا بنختار المتدربين اللي هندربهم ان شاء الله، هتبقى فيه حوالي 200 دفعة في خلال السنة هيتخرجوا، هنغطي بيهم ان شاء الله المصانع اللي موجودة هنا، وهدفنا ان احنا نطلع متدربين عندهم مهارة فنية عالية وقادرين ان هم يغزوا السوق، لان الهدف ان احنا نخلي المتدربين دول عندهم معلومات ان ازاي يعرف يصدر، فده هتيجي من بداية التدريب وهو لسه بيتعلم، فلازم هيتعلم على المهارات دي كلها. اختيارنا ان شاء الله النهاردة المجموعة او المجموعة جاية في بنعمل لهم اختبارات قدرات ذهنية، ماشي، من خلال مجموعة اسئلة كده بنقدر فيها نعرف مدى استيعابه للتدريب ان شاء الله اللي هيتم. في طبعا مقابلة شخصية كده بتتم، بنقعد مع كل واحد، والمفروض ان هيبقى فيه كشف صحي عليهم، كشف طبي. ده بناخد منها اللي هم الطلبة المؤهلين واللي عندهم الاستعداد النفسي ان هم يشتغلوا، سواء شباب او بنات، وان شاء الله يعني في دفعات جاية هتبقى بنات اكتر، لان الماكينات برضو بتحتاج ناس تقعد بوقت كفاية على المكان. وان شاء الله بيتخرج بعد فترة التدريب دي اللي هي ما بتقعدش كتير، يعني حوالي 21 يوم طبقا لمناهج موضوعة بعناية، مناهج استعنا بيها بمناهج من ألمانيا ومن إنجلترا،
وشوفنا ايه اللي يتوافق معانا مع السوق المصري ومتطلبات العمالة المصرية. Diciamo che ci sono diverse opportunità per poter aiutare questo cluster, questa scuola soprattutto a svilupparsi. In collaborazione con alcune scuole italiane possiamo organizzare dei corsi portando degli insegnanti direttamente qui sul posto o facendo crescere qualche persona anche in Italia, perché no? Potrebbe essere anche questa una scelta, una soluzione. Dovremmo discutere in questi giorni con i membri del cluster e valutare le opportunità e discutere come meglio migliorare questa situazione. هو بالفعل دوت ده موضوع مطروح بالنسبه ل التدريب هنا المؤهل انه يطلع حذاء بكواليتي عاليه مع اعضاء المجمع الصناعي، واحنا عندنا اكتر من طريق ان احنا نوصل لهذه النقطه. النقطه الاولانيه احنا ممكن نجيب فنيين من ايطاليا وتقوم بالتدريب فعلا لهؤلاء المدربين اللي ممكن بعد كده يطلعوا من تحت ايديهم عماله مهره، يا اما بنختار منهم اللي يطلع فوق عندنا ايطاليا ونبتدي نعلمه. هنشوف الان الاحسن والاسرع اللي يخلي المجمع الصناعي ينطلق في الطريق الصحيح بتاعه. diciamo che questo è un cluster fatto su misura per l'Egitto perché è una grossa concentrazione di aziende, più di 100 aziende saranno presenti in questo compound. E siccome è stato sviluppato proprio per essere un progetto master da replicare in diverse aree del territorio egiziano, sicuramente è un modello vicino al nostro, dove noi in Italia abbiamo dei grossi centri di produzione cluster in diverse regioni dell'Italia, nord, centro e sud Italia. E quindi questo potrebbe essere un discorso simile al sistema italiano che potrebbe essere replicato in altre aree dell'Egitto sicuramente. هو بالفعل هو اللي لفت انتباههم هنا انه هذا المجمع الصناعي معمول بنقول على مقاس مصر او بالظروف اللي تناسب مصر، كون ان انا الم اكثر من 100 مصنع مع بعض في نفس الرقعه في نفس المساحه هنا، ده بيؤهل جدا ان انا اعمل طاقه انتاجيه وطاقه فيها جوده عاليه في المنتج اللي تخليني اقدر اضاهي بعض المدن الصناعيه اللي موجوده في ايطاليا، لان ده كنموذج ممكن يكرر بعد كده في المدن المصريه، لان احنا عندنا اكتر من تجمع صناعي متواجد في ايطاليا في الوسط وفي الجنوب، فهنا في مصر ده ممكن برضه يكرر هذا التجمع الصناعي اللي بيه يتزود الانتاج ويضاف برضه قيمه للتجمعات الصناعيه الاخرى. Innanzitutto la fornitura di macchine italiane, ma solo le macchine non sarebbero niente. È facile acquisire macchine, comprare macchine. Ma il nostro contributo è per dare la tipologia giusta di macchine per fare una fabbrica o da uomo, da donna, da bambino. احنا كشركه متخصصه في صناعه الاحذيه والجلود كتصنيع شايفين ان اكبر خدمه او اكبر مشاركه ممكن نعملها مع الجانب هنا ان احنا مش بس هندي مكان ايطالي عالي الجوده، لكن طريقه التفكير في كيفيه خلق المصانع اللي هي تبقى متكامله مع بعض، مصانع احذيه بتكمل كلها بعض. La tua impressione? La mia impressione della visita che ha fatto qua al cluster? La mia impressione è che i signori egiziani che stanno partecipando a questo cluster hanno avuto una bellissima, bellissima, bellissima idea, perché concentrare tutto su una location come questa è sicuramente migliore per la qualità della scarpa, per l'esportazione, per tutto l'Egitto. أما عن انطباعي لزيارة المدينة، أنا أحب أقول إنه أنا أحب أرسل تحية للناس اللي أخذت المبادرة وفكرت إنها تعمل تجميع للمصانع اللي بتعمل صناعة الأحذية، لأن ده هيمثل انطلاقة قوية جدا في عالم صناعة الأحذية في مصر اللي هتخلي ليها سبق في التنافسية العالمية. Innanzitutto questo è un inizio perché da quello che ho capito io si va fuori dall'Egitto centro dove non c'è le location per fare una scarpa
fatta in un certo modo. E poi, piano, step by step, con il nostro aiuto, con il nostro know-how, con i nostri tecnici che insegnano come fare la scarpa di qualità più elevata. قبل اي حاجه احب اقول ان دي بس البدايه والبدايه ان احنا بننقل ال 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 صناعه الحذاء من من المكان العشوائي او المكان غير المتكامل لانه زي ما فهمت انه المصانع في وسط البلد او في القاهره ما عندهاش الامكانيه انها لوحدها تعمل جزمه كواليتي عاليه فالتكامل ده حلو ان هو يتعمل هنا لان ده هيبقى بي بي بيسهل جدا عمليه نقل الخبرات وده هيبقى دورنا احنا كايطاليين احنا نتابع هنا عمليه نقل الخبره او نقل المعرفه وخطوه خطوه هنوصل ونتدرج بالانتاج من جوده متوسطه لاعلى ان شاء الله.